والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غير ذلك، فكل ما يثبت في ذمة الإنسان فهو دين، سواء كان قرضا أم كان ثمن مبيع أم كان قيمة متلف، فكله دين. وهذا يدلنا على أهمية الدين، وأن الدين شأنه عظيم، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يتساهل في القرض أو الاقتراض إلا إذا كان عنده وفاء. ومع الأسف أن بعض الناس يتساهلون في هذا الأمر فيقترضون أموالا من الناس وهم ليس عندهم وفاء، بل بعضهم ليس عنده نية الوفاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فنفس المؤمن يعني معلقة بدينه حتى يقضى عنه هذا الدين، فهي محبوسة، وهذا يدل على عظم شأن الدين. نعم.